بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ هنبدأ النهارده نتكلم على نعمل ريفيجن كده مع بعض. ليه؟ ناخد مسائل على المنهج كله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي كده بترتيب الدروس. المسألة الأولانية بيقول لي عندي كونتينر الفوليوم بتاعه 0.5 لتر، كونتين ميكس من 2 ليكويدز، الريلاتيف دنستي بتاعتهم 0.8 و1.8. طبعا انا بستخدم الريلاتيف دنسيتي عشان اجيب منها الدنسيتي، ان انا اعمل الرقم واعمله تايم وانسب. هو بيقول لي الفوليوم بتاع الفيرست ليكويد 0.2 لتر، وعاوز يعرف الريلاتيف دنسيتي بتاعت الميكس. طيب راحة كده، هستخدم الريلاتيف دنسيتي فاجيب الدنسيتي بتاعت الليكويد الاولاني والدنسيتي بتاعت الليكويد الثاني، اعملها تايمز 1000، فيبقى عندي رقمين كده وكده. بعد كده عندي الفي، انا عندي الفي توتال اللي هي الفوليوم بتاع الميكس مع الكونتينر، الفوليوم بتاعه هو هيبقى الفوليوم بتاع الميكس. وعندي في 1 اللي هو الفوليوم بتاع الليكويد الاولاني، اقدر اجيب منه الفي 2، فالفي 2 عندي هنا هتبقى ايكوال للفي توتال ماينس الفي 1، يعني 0.5 ماينس 0.2 ايكوال 0.3. استخدم قانون الميكس في الحاله دي اللي هو الرو توتال او الرو بتاعت الميكس، الدنسيتي بتاعت الميكس تايمز الفوليوم بتاع الميكس ايكوال رو 1 في 1 بلس رو 2 في 2. كل حاجه معايا ما عدا الدنسيتي بتاعت الميكس. هنا انا ممكن احول او ممكن ما احولش، انت حر. ايه التحويله دي اللي هي ال 0.5 دي؟ ال 0.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 كده انت حولتها من لتر لكيوبيك متر. انت حر، عاوز تحولها هنا حولها، مش عاوز تحولها عادي. اوكي، ابدا اعمل كالكوليشن هنا واطلع الدنس بتاعت الميكس. فالدنس بتاعت الميكس عندي طلعت 1800. عاوز اجيب الريلاتيف دنس بتاعتها اعملها ديفايد 1000 تطلع 1.8. المساله الثانيه عندنا، المسألة التانية بيقول لي عندي سوليد باراليلوجرام الدايمنشنز بتاعته 5 10 20 سنتيمتر، الأفضل إن أنت تحولها للمتر، فتعمل كل رقم من دول ديفايد 100، فيبقى هنا 0.5 و 0.1 و 0.2. ده أقدر أجيب منه هنا الفوليوم بتاعه، وأقدر أجيب البيز اللي أنا هحطه عليه. ما عندك تلات اختيارات، ممكن تاخد أول اتنين يبقى ده البيز بتاعك، او ممكن يبقى في بوزيشن تاني تاخد تاني اتنين اللي هو ال 10 وال 20 ده بوزيشن تاني، والبوزيشن التالت اللي هو ال 5 وال 20. طب انا بشتغل على حسب ايه؟ هنشوف المساله. بعد كده مديني الدنستي بتاعتي بتاعت الكيوبويد ده او بتاعت الباريوجرام ده، وبيقول لي احسب الماكسيمم والمينيمم بريشر. طب هي ايه فكره الماكسيمم والمينيمم بريشر؟ فكره الماكسيمم والمينيمم بريشر ديبند على مين؟ اولا الباريوجرام ده هو نفس الباريوجرام في البوزيشن التلاته اللي عندي هنا. طب يختلف في ايه؟ ده معناها ان الويت هنا زي الويت هنا زي الويت هنا، ده يبقى انا القانون اصلا بتاع البريشر بتاعي هو النورمال فورس او الويت اوفر البيز اريا. طيب الويت ثابت، طب الويت هتجيبه ازاي يا مستر؟ هجيبه عن طريق الماس تايمز الجرافيتي اكسلريشن. طب الماس هتجيبها ازاي؟ الماس هنجيبها واحده واحده بقى، نجيب الفوليوم كده الاول يبقى 0.05 تايمز 0.1 تايمز 0.2 اللي هنا اللي هو الفوليوم ده بس حولته لمتر، واجيب منه الماس، الماس ايكوال الدنسيتي تايمز الفوليوم بالشكل ده، فطلعت تطلع 5 كيلوغرام. عاوز اجيب بقى الويت، يبقى الويت ايكوال الماس اللي هي ال 5 تايمز ال 10 اللي هي جرافيتي اكسلريشن. طيب عاوز اجيب الماكسيمم بريشر، الريليشن ما بين يا جماعه الاريا والبريشر انفرس، بمعنى لو انت عاوز تجيب الماكسيمم بريشر يبقى الاريا بتاعتك لازم تبقى مينيمم، فتطلع فوق كده تاخد اقل التو سايدز عندك، اقل اتنين من هنا يدوا لك ايه؟ المينيمم بيز اريا، وده يدي لك الماكسيمم بريشر. فلما نيجي نشوف كده الماكسيمم بتاعي، الماكسيمم بريشر هيبقى ايكوال النورمال فورس اللي هو الويت اللي هو الماس تايمز الجرافيتي اكسلريشن. الاريا دي مش اي اريا، انت عاوز الماكسيمم بريشر يبقى الاريا دي لازم تبقى عكسها، تبقى المينيمم، فاخد اقل رقمين اللي هم 0.05 والايه وال 0.1. بنفس الكونسبت ده اجيب بقى المينيمم ايه؟ اجيب المينيمم بريشر. طب المينيمم بريشر هنا اجيبه ازاي؟ لازم الاريا دي تبقى ماكسيمم، فاطلع فوق اخد اكبر تو سايدز عندي، فتطلع عندي بالشكل. طيب المساله اللي بعديها، المساله اللي بعديها بيقول لي ان انا عندي سب مارين، السب مارين دي موجوده هوريزونتالي اندر ذا سي ووتر، وادام قال لي سي ووتر يبقى انا فهمت هنا ان الدنسيتي بتاعه الليكويد اللي موجوده فيه مش 1000، هتبقى رقم مختلف يعني تبقى ازرق طبعا. طيب وبيقول لي البريشر انسايد ات ايكوال الاي تي ام، كلمه ايكوال الاي تي ام يعني البريشر جواها ايكوال الاتموسفيريك بريشر. حلو، عندي السي ليفل، بيقول لي احسب الفورس اللي اكت على 1 من السيركلر ويندوز بتاعتها، يعني على ويندو الريديوس بتاعه بكذا، وان السبمارين دي موجوده عند ديبث 50 متر،
طيب انا هحل ازاي؟ بص كده معايا، ادي الكونسبت اهو، الديستنس من هنا لهنا، الديبس اللي موجود عليها السبمارين هي 50 متر. البريشر اللي على السبمارين هنا ايكوال ايه؟ ايكوال البريشر بتاع الليكويد اللي فيها بس. طب يا مستر ازاي والمفروض ان في هواء فوق، يعني في اتموسفيريك بريشر؟ كونسبت ببساطه كده، ان انت عندك جوه السبمارين في بريشر ايكوال ايه؟ ايكوال اتموسفيريك بريشر، بيضغط لفوق فبيروح مع البريشر بتاع الاتموسفير اللي هو موجود هنا، اللي هو بيضغط على السبمارين من تحت، بيعادلوا بعض، تو بريشرز ايكوال في الماجنتيود اوبزيت في الدايركشن، فيلغوا بعض، فالبي ال اللي جوه هنا بتلغي البي ال اللي فوق هنا، فما بيتفضلش غير البريشر بتاع الليكويد اللي بيضغط على السبمارين. فلما تيجي تجيب الفورس هتبدا تعمل ايه؟ هتقول بالاول البي اوت بتاعتك ايكوال البي اي بلس البريشر بتاع الليكويد اللي هو الاتش رو جي، والبريشر ان ايكوال البي اي، يبقى البريشر اللي على الويندو هيبقى الديفرنس ما بينهم اللي هو البي اوت ماينس البي ان، اختصارا كانك شلت البي اي دي مع البي اي دي، لان هما ايكوال في الماجنتيود اوبزيت في الدايركشن فبيروحوا مع بعض، فبيتفضل البريشر بتاع الليكويد بس اللي هو هنا بقى اتش رو جي، الاتش دي الدبس اللي موجوده فيها السبمارين اللي هي 50، والرول دينستي بتاعت الليكويد اللي عندي، والجي اللي هي الجرافيتي اكسلريشن. طب انا عاوز الفورس مش عاوز البريشر. القانون بتاع الفورس من البريشر ان الفورس ايكوال البريشر تايمز الاريا. البريشر احنا جبناه والاريا بتاعتك هو قال لي فوق ان هي سيركلر ويندو، طيب يبقى اجيب الاريا بتاعت ايه؟ بتاعت السيركل اللي الريديوس بتاعها ب 11 سنتيمتر، فيبقى باي اللي هي 22 over 7، والريديوس طبعا حولته من سنتيمتر لمتر فبقى 0.11 بار 2، ويطلع عندي الايه؟ الفورس بتاعتك اللي بتضغط على البتاع. طيب المساله اللي بعديها جايب لي الشكل ده وبيقول لي احسب البريشر عند البوينتس A B C D، ومديني جيفن ان الاتموسفيريك بريشر ايكوال 10 بار 5 والجي عندي ب 10. طيب لما نيجي نحسب نبتدي نقطه نقطه كده، كل البريشر عند نقطه بيبقى ايكوال للبريشر اللي فيها، الويت الحاجه اللي فيها هي اللي بتضغط على النقطه دي. فانا عندي هنا البوينت A اللي بيضغط عليها من فوق هو الاتموسفيريك بريشر، فده معناها ان البريشر بتاعي هنا عند البوينت A ايكوال الاتموسفيريك بريشر اللي هو 10 بار 5 باسكال او نيوتن بير متر بار 2. طيب نمسك البي، بص كده البي عشان ده اوبن كونتينر مفتوح فبيضغط عليها الاتموسفيريك بريشر والبريشر بتاع الليكويد ده كله. طب يعني هنا عندك البريشر، طب وايه السي دي؟ بص احنا عندنا في كونسبت مهم جدا بيقول ان انا لو عندي تو بوينتس عندهم سيم هوريزونتال ليفل، موجودين على نفس الهوريزونتال ليفل، فيبقى عندهم نفس البريشر ادام هم موجودين في نفس الليفل. فده معناه ان البي والسي عندهم نفس الهوريزونتال ليفل وعندهم موجودين في نفس الليكويد، فعلى طول يبقى عندهم نفس الايه؟ نفس البريشر. طب يبقى البريشر بتاع البي هو هو البريشر بتاع السي. خد بقى النقطه السهله، سيبك من السي، خد من البي دي السهله، كل اللي فيها الاتموسفيريك بريشر بلس البريشر بتاع الليكويد ده. طب البريشر بتاع الليكويد ده ايكوال ايه؟ الاتش هنا هي الدبس بتاعت البوينت اللي هي ال 5، والرو هي الدنسيتي بتاعت الووتر اللي هي 1000، والجي اللي هي ايه؟ 200. فيطلع البريشر عندي 1.5 تايمز 10 بار 5. طب البريشر عند الدي لو انت حاسس ان هي صعبه اعمل هورزونتال ليفل بالشكل ده، حط نقطه هنا ويبقى البريشر عند النقطه اللي هنا دي ايكوال البريشر عند مين؟ عند الدي. فلما اجي احطها هنا يبقى بص الحته دي كلها ب 2 ودي ب 5، يبقى لما اجي اعمل هورزونتال ليفل كده الحته اللي فوق النقطه عند اللي بيضغط عليها ليكويد قد ايه؟ الدبس بتاعه او الهايت اللي فوق النقطه قد ايه؟ ب 3، والدنسيتي ب 1000، وادي ال 10 ب 200، فطلع عندي 1.3 تايمز 10 بار 5. المساله اللي بعديها نتكلم بقى على اليو شيبد تيوب. اليو شيبد تيوب مهمه جدا، فتعالى واحده واحده. بص هو الاسئله هنا يعني ايه، احيانا تيجي برسمه واحيانا ما تجيش برسمه، فالمساله دي برسمه تعالى نشوف. بيقول لي يو شيبد تيوب عندها يونيفورم كروس سيكشنال اريا، قال لي بارشلي فيلد ويز ميركري، يعني فيها ميركري الاول وبعدين حطيت ووتر في التو سايدز فحصل الايكوليبريم بالشكل ده. طيب تعال نتكلم على الايكوليبريم اللي عندي. والله انا عندي هنا كام سيباريتنج سيرفيس. كلمه سيباريتنج سيرفيس هي السيرفيس اللي بيفصل ما بين تو ديفرنت ليكويدز، وديفرنت ايه؟ ديفرنت في الدنسيتي طبعا. فهنا عندي ادي اول سيباريتنج سيرفيس هنا عند الشكل ده، وفي الارم الناحيه دي برضو في سيباريتنج سيرفيس هنا كده. طب اشتغل على انهي فيهم؟ مبدئيا كده الايكوليبريم يا شباب ما يحصلش غير عند اقل سيبريتنج سيرفيس، فدور على اقل واحد فيهم اللي اقرب للبيز بتاع اليو شيب دي تيوب، هو ده اللي عنده الايكوليبريم اللي هو ده.
طب هستفاد ايه لما تعمل ايكوليبريم كده وتحط نقطه هنا ونقطه هنا؟ ده معناها ان الاتش رو، الاتش هو الديبس بتاع الليكويد اللي فوق النقطه، والرو هو الدنسيتي بتاعت الليكويد اللي فوق النقطه في البرانش ده، ايكوال الاتش رو في البرانش ده. بس يا مستر هنا الاتش ورو ازاي يا مستر؟ ده هنا مش ليكويد واحد، اتنين ليكويد عادي. خد الاتش رو بتاعت الليكويد الاولاني بلس الاتش رو بتاعت الليكويد التاني. طيب هو هنا خلينا بس نرجع في دي كده، هو اداني الشكل كده، الحته دي ب 1 سنتيمتر والحته دي ب اتش مش معروفه والحته دي ما نعرفهاش، هنا في التو سايد ما نعرفهاش، فاحنا هنديها اسم ايه؟ يعني هنفترض ان هي اكس، افترض ان هي ايه؟ افترض ان هي اتش 1 عادي. تمام؟ وهو مديني الدنس بتاعت الووتر ومديني الدنس بتاعت الميركري وعاوز يعرف الفاليو بتاعت الاتش. طيب ابدا اشتغل، مش انت قلت اتش رو فوق البوينت هنا ايكوال اتش رو فوق البوينت هنا؟ يبقى ده معناها ان اتش رو بتاعت الووتر هنا فوق البي ايكوال اتش رو بتاعت الميركري بلس اتش رو بتاعت الوتر. فنبتدي واحده واحده. هي الاتش دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 1 سنتيمتر بلس الاي بلس الاتش. عباره عن ال 1 سنتيمتر بلس الاي بلس الاتش تايم الدنسيتي بتاعت الوتر اللي هي 1 سنتيمتر. طب وهنا الاتش بتاعت الميركري اتش والدنسيتي بتاعت الميركري الرقم ده. طيب حلو. طب والاتش بتاعت الوتر، الاتش بتاعت الوتر احنا فرضين ان هي ايه؟ والدنسيتي بتاعت الوتر ب 1000. يلا نفك البراكت. لما اجي افك البراكت ده فيتفك كده 1000 1000 ايه 1000 اتش، وهنا 3600 اتش، وهنا 1000 اتش. 1000 ايه هنا هتروح مع 1000 ايه هنا، فيتفضل عندي الرقم ده ال 1000 اتش اوديها الناحيه الثانيه واعمل كالكوليشن بقى، فالاتش بتاعتي تبقى ايكوال 0.08 سنتيمتر. انا كده جبت مين؟ انا كده جبت الاتش اللي انا عاوزها. تمام؟ طيب ناخد كمان واحده، دي بقى مش مرسومه، دي انت اللي ايه؟ انت بترسمها علشان تعرف تحلها. هنا بيقول لي يو شيب دي تيوب، الارمز بتاعتها او السايدز بتاعتها واحده ب 3 سنتيمتر بار 2 واحده ب 1 سنتيمتر بار 2، دول هنا نون يونيفورم، واللينس بتاعها ب 20 سنتيمتر. وبيقول لي انا عندي ووتر بور تيل ذا ميدل، يعني الووتر موجوده لغايه الميدل بتاعتها. تمام؟ فمبدئيا كده تعال نبص، انا عندي يو شيب داي بالشكل ده، اللينس بتاعها كله ب 20، المليان هنا لغايه الميدل يعني الحته اللي فاضيه هنا 10 سنتيمتر والحته اللي فاضيه هنا برضو 10 سنتيمتر. حلو قوي. بعد كده قال لك ايه بقى؟ قال لك ان انت عند الوايت سايد يعني هنا حطيت اويل لغايه ما الاويل ده ملى التيوب بشكل كومبليتلي زي الشكل ده. طيب ده معناها ان الهايت بتاع الاويل هل هو ال 10 بس؟ لو انت خدت بالك كده الاويل ده عنده دنستي يا مستر، فبالتالي عنده ويت، اول ما صب على الووتر هنا الووتر مش هيفضل في مكانه، ينزل شويه، الحته اللي بتنزل دي احنا بنسميها اكس. الحته اللي هينزلها دي هنسميها اكس. فلو انا سالتك دلوقتي هو الهايت بتاع الووتر هل هيبقى ايكوال 10 بس ولا 10 بلس الاكس؟ هتقول لي يا مستر لا، هو الهايت بتاع الاويل هيبقى ال 10 اللي كانت فاضيه بلس الاكس اللي نزلت. طب الهايت بتاع الووتر الناحيه الثانيه، بص يا سيدي هو الهايت بتاع الليفل بتاع الووتر هينزل من البرانش ده، هيروح فين؟ هيروح هنا. طب هو رايح من وايد لنارو، يعني رايح من حاجه كبيره لحاجه صغيره، فطبيعي انه يطلع هايت اكبر. طب يطلع هايت قد ايه؟ بص بقى هيطلع قد ايه، انا مش بقول لك هينزل، هو هينزل من هنا اكس، هو كان هنا، انا عاوز اعرف من هنا لهنا الحته اللي هيطلعها دي قد ايه. تعمل ريشيو من الاريا بتاعتك البرانش البعيده على القريب، دي ب 3 ودي ب 1، يعني ريشيو هنا تطلع ب 3 وحط لها اكس، فيبقى يطلع هنا الحته اللي هيطلعها هيبقى 3 اكس. طيب فين السيبريتنج سيرفيس بتاعتي؟ ادي السيبريتنج سيرفيس بتاعتي، اروح اعمل كده اتش رو هنا ايكوال اتش رو هنا. طب اتش هنا بتاعت الاويل قلنا احنا ان هي مين؟ ان هي ال 10 بلس الاكس. طب والاتش بتاعت الووتر اباف السيبريتنج سيرفيس هنا، هل هي الحته اللي نزلتها بس ولا الحته اللي طلعتها ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض يعني اكس و3 اكس يعني 4 اكس. فنبدا نحل، فيبقى انا عندي هنا الدنستي بتاعت الووتر 1000، الحته اللي طلعتها 3 اكس والحته اللي نزلتها اكس، ده الهايت بتاع الووتر اباف السيبريتنج سيرفيس كله على بعضه اللي هي 4 اكس، ممكن تكتبها كده على طول. ايكوال الدنستي بتاعت الاويل اللي هي 800 بلس تايمز ال 10 بلس الاكس اللي هو الهايت بتاع الاويل. هنجيب الاكس، هو هنا عاوز مين؟ عاوز الفوليوم بتاع الاويل. طيب الاول اجيب طبعا عشان عاوز الفوليوم انا اجيب الهايت، هجيب الهايت بتاع الاويل واعمله تايمز الاريا بتاعت الايه؟ بتاعت البرنش ده، فاعرف منه الفوليوم. فانا محتاج عشان اجيب الهايت بتاع الاويل، الهايت بتاع الاويل احنا قلنا 10 بلس الاكس، فانا محتاج اعرف الاكس ايه هي. من الايكويجن اللي قدامي طلعنا الاكس ب 2.5، اجيب منها الفوليوم هتبقى الاريا تايمز الهايت، طلع بالرقم ده. الاريا هنا الاريا بتاعت البرنش اللي انت صابب فيها، وهو قال لي انت حطيتها في الواي برنش اللي هي ب 3. واحده كمان
بيقول لي ان انا عندي يو شيبد تيوب الكروس سكشنال اريا بتاعتها ب 2 سنتيمتر بار 2، وفي عندي اماونت اوف ووتر فيها عندها يعني فيها اماونت اوف ووتر، وبعد كده في 9 سنتيمتر بار 3 كيرسن هاز اتحط اتصب جوه وان سايد. طب هو اداني هنا فوليوم وانا معايا الاريا اقدر اجيب منها الهايت بتاع الكيرسن ده مبدئيا على طول جبناه، هروح واخد الفوليوم بتاع الكيرسن ديفايدد الاريا فيطلع 4.85. ده الشكل الاولاني اللي هو كان فيه ووتر بس. طب لما تحط كيرسن اكيد الليفل ده هيتغير، هينزل شويه من هنا كده ويطلع الناحيه الثانيه. تمام، طيب نشوف في الجيفن كده هو مديني ايه لغايه كده، لغايه كده انا لغايه الرسمه دي، لغايه الرسمه دي عشان هو بعد كده هيقول لي حصل حاجات ثانيه. هو مديني الدنسيتي بتاعت الووتر بس كده، ومديني ان الديفرنس بتاعت الووتر في التو برانشز بقت 3.6، يعني الهايت بتاع الووتر هنا ما هو بيمثل الديفرنس بتاعت الايه الووتر في التو برانشز بكام 3.6. تمام، فيعني مديني ده ومديني ده. لو انا بصيت كده على الجيفن انا معايا الهايت بتاع الووتر ومعايا الهايت بتاع الكيرسر ومعايا الدنسيتي بتاعت الووتر بس مش معايا الدنسيتي بتاعت الكيرسر. طب ما اجيبها، ممكن اجيبها بالرول عادي اللي هو اتش رو ايكوال اتش رو، او ممكن تستخدم بقى الشكل اللي هو بتاع الريتشو ده، اتس اوكي الاثنين صح. تمام، هتطلع الدنسيتي بتاعت الكيرسن طلعت ب 800. طيب نكمل مساله، بيقول ايه بعد كده؟ بيقول لي فايند الفوليوم بتاع البنزين، عندي بنزين هحطه الفوليوم بتاعه ما اعرفوش، اهو انا عاوز الفوليوم، وزي ما اتفقنا من المساله اللي فاتت لو عاوز الفوليوم فانت هتعمل الاريا اللي هو مديها لك دي تايمز الهايت بتاع مين؟ بتاع البنزين. فنبقى انت محتاج الايه تجيب الهايت بتاع البنزين. تمام، قال لي هصبه في وان سايد في الاذر سايد، يعني في الناحيه مش في السايد اللي فيه الكيرسون، في الاذر سايد لغايه ما الليفل بتاع الووتر يرجع ذا سيم، يعني الليفل بتاع الووتر يرجع يبقى زي ده تاني كده، فيبقى الشكل عندي بالشكل ده. طيب تمام، تعال نشوف ايه اللي عندنا. لو انا عملت السيبريتنج سيرفيس كده اللي عندي، والله عندي الاتش بتاعت الكيرسون معايا والدنسيتي بتاعتها انا جبتها من الجزء اللي فات ب 800، الدنسيتي بتاعت البنزين معايا وانا عاوز الهايت بتاع البنزين، خلاص اتش رو هنا ايكوال اتش رو هنا واجيبها، جبتها بكام؟ طلعت ب 4. عاوز الفوليوم اروح اعمل الهايت بتاع البنزين تايمز الاريا فتطلع عندي ب 8 سنتيمتر بار 3. طيب اللي بعديها بيقول لي انا عندي مان كاريز متريك بارامتر، هو المفروض ميركريك بارامتر في الفورس فلور اوف ا بيلدينج. البيلدينج ده بيتكون من كام؟ بيتكون من 20 فلورز. تمام، حلو قوي. عندي مبنى بيتكون من 20 دور. تمام، هو موجود فين؟ موجود في الدور الرابع. حلو، والهايت بتاع البيلدينج كله يعني الهايت بتاع ال 20 فلورز كام؟ ب 800 متر. انا من هنا اقدر اجيب الهايت بتاع الفلور واحد، اخد التوتال هايت ده اعمله ديفايدد الايه ال 20 فيطلع 5، اروح عامله تايمز 4 فاجيب الهايت اللي هو موجود فيه. فبيقول لي ان الريدنج بتاعت البارامتر ساعتها كانت ب 73 سنتيمتر مرك. عاوز يحسب هو الريدنج بتاعت البارامتر عند الجراوند لو الدنستي بتاعت الاير 1.3، وجيفن ان الدنستي بتاعت الميركري ب 13600. طيب تعالى نشوف كده واحده واحده. يبقى انا هنا لما اجي اشتغل هو عاوز الريدنج عند البوتوم، القانون اهو، القانون بيقول الريدنج عند البوتوم ماينس الريدنج عند التوب تايم الدنستي بتاعت الميركري ايكوال الهايت اللي هو موجود فيه تايم الدنستي بتاعت مين؟ بتاعت الاير. نبتدي واحده واحده، الريدنج عند البوتوم ده اللي هو عاوزه، الريدنج عند التوب. بص خلينا نتفق مع بعض على حاجه، الاتش دي والاتش دي والاتش دي لازم يبقوا نفس اليونت. والله لو انت شغال متر يبقى كله متر، شغال سنتيمتر كله سنتيمتر، فهنا هنشتغل كله متر. فعشان كده هاخد الريدنج بتاعت البارامتر عند التوب اللي هو عند الدور الرابع يعني، واحولها من سنتيمتر مركل احولها لمتر مركل، فاعملها ديفايد ب 100 فتطلع عندي كده. معلش في غلطه هنا، هنخلي الرقم ده كده يعني، هنخلي ده 73 نخليه 70 نخليه 75. تمام، عشان يبقى زي الاجابات كده. وادي الدنسي بتاعت الميركري، الهايت عندي اللي احنا اتفقنا هنجيبه ازاي اقوله كمان مره، هنجيب الهايت بتاع الفلور الواحد وبعد كده اعمله تايمز 4 لان هو موجود في الدور الرابع، فاعمل 100 ديفايدد 20 والرقم اللي يطلع اعمله تايم اللي هو هتطلع 5 اعمله تايمز 4 فيطلع ايه 20 تايم الدنسي بتاعت الاير، يطلع عنده الريدنج بتاعت البارومتر بالرقم ده. طبعا هو هيطلع متر وانا عملته تايمز 100 عشان اجيبه في سنتيمتر على حسب التشويزز بقى يا شباب. يعني لو التشويزز عندي كلها سنتيمتر فخلاص جيب الاجابه سنتيمتر، متر سيبه متر زي ما هو. تمام، اللي بعده عندي مانوميتر بالشكل ده، ركز مع بعض في الحته بتاعت المانوميتر كده اقول فيها حاجه.
هو المانومتر سهل، بس بيعتمد هو الليكويد عندك هنا هو ميركري ولا ووتر، لانه لو ميركري ممكن استخدم قانونين. القانون الاولاني ان في الحاله اللي عندنا هنا لو الهايت اعلى في الفري برانش فيبقى الدنسيتي بتاعت السوري البريشر بتاع الجاز هيبقى ايكوال بي اي بلس الاتش لو اليونت اللي انت هتطلع بيها سنتيمتر ميركري، بشرط ان الليكويد هنا يكون ميركري. وممكن لو انت عاوز تطلعه بيونت باسكال فيبقى البريشر هنا بتاع الجاز ايكوال البي اي بلس الاتش رو جي. تمام؟ طيب امال لو ووتر؟ لا لو ووتر لازم يبقى ما فيش غير قانون واحد ان البريشر بتاعك ايكوال البي اي بلس اتش رو جي، ما فيش بلس الاتش دي مش هيطلع بسنتيمتر ميركري خالص. هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك احسب، هو مدي لك الهايت اهو اللي هو ب 13.7 سنتيمتر، بيقول لك احسب الليكويد بتاعك، احسب البريشر لو الليكويد مره ووتر ولو الليكويد مره ايه؟ ميركري. فلو ووتر ده هيبقى سهل جدا، هيبقى البريشر بي اي ايكوال اتش رو جي. البي اي عندي الرقم اللي هو النورمال بتاعي اللي هو 1.013 تايمز 10 باور 5 بلس، ده في الاتش هنا يا شباب لازم تبقى بالمتر، فهاخد ده واعمله ديفايدد 100 فيطلع الرقم ده. احنا كده شغالين لو هو ايه؟ لو هو ميركري. تمام؟ الدنسي بتاعت الميركري اهي وادي الجي. طب لو هو ووتر، بص هو نفس الكلام بس بدل ما تعمل الدنسي بتاعت الميركري هتحط الدنسي بتاعت الووتر. تمام؟ طيب. التحويلات، نقول التحويلات دي قبل ما ايه؟ قبل ما نحل المسألة الجاية. ازاي احول ده الارقام دي اللي طبعا انت لازم تبقى معاك، ازاي احول بقى البي اي الاتموسفيريك بريشر ايكوال 1 اي تي ام، لو اليونت بتاعتك اي تي ام اتموسفير يعني، لو اليونت باسكال تبقى 1.013 تايمز 10 باور 5، لو اليونت بار تبقى 1.013، لو اليونت سنتيمتر ميركري يبقى 76، لو اليونت تور او ملي متر ميركري يبقى 706. ازاي احول مثلا من 5 سنتيمتر ميركري للبار؟ في كذا طريقه، في طريقه سهله كده انا بستخدمها اللي هي اكتب الرقم ده زي ما هو باليونت بتاعته واعمل باي واوفر كده، اليونت اللي انا عاوزها اكتبها فوق بالرقم بتاعها من دول من فوق، لازم السكيما دي تبقى معاك وانت بتحول، واليونت اللي انا بتخلص منها اكتبها تحت بالرقم بتاعها برضه، ده هيروح مع ده فيتفضل مين؟ يتفضل اليونت اللي هي فوق بس، وتعملها على الكالكوليتر تعمل 5 تايمز 1.013 اوفر الرقم ده يطلع معاك كده اتحولت. واحده كمان لو انا عاوز احول من 5 سنتيمتر ميركري للباسكال فهكتب ال 5 سنتيمتر اليونت اللي انا عاوزها تحت فوق واللي انا بتخلص منها تحت بالارقام بتاعتها من السكيما اللي فوق، وده يروح مع ده واعملها على الكالكوليتر. تمام، تعالى بقى نستخدم الكلام ده بالراحه كده، بيديني شكل هنا بس الهايت بتاعي الليكويد بتاعي اعلى في الكونكتد برانش، ده على طول يبقى البريشر بتاعك ايكوال بي اي ماينس، عاوزها بسنتيمتر ميركلي يبقى ماينس الايه؟ ماينس الاتش بس، عاوزها بالباسكال يبقى ماينس نيوتن بالمتر بار 2، بس افتكر ان ماينس الاتش بس لما يكون الليكويد بتاعك هنا ميركري. طب هنا الليكويد ووتر، عرفت منين الليكويد ووتر؟ هو هنا قال لي اكوس مانوت فده ووتر، فيبقى انا هنا ما ينفعش استخدم غير القانون بتاع الاتش رو جي اللي هو بالباسكال. في تريكه هنا كمان بيدي لك الاتموسفيريك بريشر مش بالرقم الطبيعي ومديهولك بسنتيمتر ميركري، وانت قلت انت هتشتغل باليونت باسكال فلازم احول البي اي الاول، فاخد البي اي اللي هو مديهاني احولها للباسكال الاول، فاعمل التحويله لليونت اللي انا عاوزها فوق اليونت اللي بتخلص منها تحت واعملها على الكالكوليتر وتطلع معايا. يبدا اشتغل بقى هنا البي بتاعت الجهاز هتبقى ايكوال بي اي ماينس الاتش رو جي، البي اي بالرقم ده اللي انا جبته، الاتش بتاعتك هنا ب 10 سنتيمتر يعني 0.1 والدنس بتاعت الوتر 1 سم وادي الجي. كده انت جبتها بالباسكال، عاوز تجيبها بالسنتيمتر ميركل استخدم برضو التحويله دي تاني. عاوز تحول من الباسكال للسنتيمتر ميركل اليونت اللي انت عاوزها فوق اليونت اللي انت بتخلص منها تحت بالسكيما اللي فاتت وتبدا تشتغل. مسألة كمان بالراحة كده، مديني الجراف بالشكل ده ومديني بيقول لي ان انا عندي بوينت هنا اسمها ايه؟ ليكويد ده ووتر، لا اللي هو ووتر بس الدنسيتي بتاعته مختلفة يعني 0.8 مش 1 سم. تمام، وبعدين هنا في جاز وبعدين مش هوا. طب ليه ما مستر مش هوا؟ ممكن يبقى هوا بس يعني البريشر بتاعه مختلف عن النورمال اتموسفيريك بريشر. عرفت منين؟ لانه لو كان نفس الاتموسفيريك بريشر زي الاتموسفيريك بريشر العادي عند السي ليفل كان المانومتر ده الليفل بتاع الميركري هيبقى ذا سيم، هنا وهنا نفس البريشر فياخد نفس الليفل، بس ده مش كده. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاتموسفيريك بريشر ده اعلى فضغط ده شويه نزل الليكويد من هنا طلعه هنا، يبقى البريشر هنا اقل من الاتموسفيريك بريشر.
يبقى انا هو عاوز بقى يحسب البريشر عند الايه. طب انا البريشر عند الايه مستر بيساوي كل الحاجات اللي فوقيها. طب مين اللي فوقيها؟ اللي فوقيها ليكويد اتش رو جي، الاتش اهي، من الدنستي دي هجيب من ريلاتيف دنستي هجيب الدنستي والجي معاك، بلس البريشر بتاع الجهاز اللي فوق هنا. يبقى انت عشان تجيب الاول البريشر عند الايه محتاج تجيب البريشر بتاع الجهاز اللي هنا. طب اجيب البريشر بتاع الجهاز اللي هنا ازاي؟ اتعامل بقى ان ده مانومتر، ادي البريشر بتاع الجهاز والليفل بتاع الليكويد بتاعي اعلى في الكونكتيف برانش، يبقى بي اي ماينس الاتش، فيبقى اجيب الاول البريشر بتاع الجهاز هيبقى بي اي ماينس الاتش رو جي. البي اي عندي ده النورمال اتموسفيريك بريشر هو مدهوني هنا في الجيفن، الاتش بتاعتي دي ب 20 سنتيمتر تبقى 0.2، الدنست عندي هنا الليكويد مستخدمه ميركري، وادي الجيجي بتاعتي، يبقى ده البريشر بتاع الجهاز. طب البريشر بتاع الايه؟ زي ما اتفقنا كل اللي فيها هيساوي البريشر بتاع الجهاز بلس الاتش رو جي اللي هو البريشر بتاع الليكويد. تمام، هنا المفروض سوري في الحته دي احنا المفروض هنا الدنس هتبقى 800، تمام، علشان هو مدين ريلاتيف دنس مختلف. تمام، طيب الحمد لله كده.